يسير فريق ناشئي الأهلي مواليد 2007 بخطوات جيدة في مشوار بطولة الجمهورية بعد أن نجح في تحقيق الفوز بعشر مباريات حتى الآن، كان آخرها على سموحة برباعية نظيفة. ونجح الفريق الصاعد في حصد 31 نقطة بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراة، حيث نجح في الفوز على الشرقية للدخان 7-0 وعلى غزل المحلة 6-0 وعلى إمبي 3-1 وعلى المقاولون 4-3 وعلى الإسماعيلي 2-0 وتعادل مع فاركو 1-1 وعلى وادي دجلة برباعية نظيفة وعلى سيراميكا 2-1 وعلى مصر المقصة 4-1 وعلى المصري بثلاثية نظيفة وعلى سموحة برباعية نظيفة، وسجل لاعبوه 40 هدفا في شباك المنافسين. ويقود الفريق أسامة زكي صاحب الاسم الكبير في قطاع الناشئين، ومعه سعيد صبحي مدربا مساعدا ومحمود عبد الله مدربا لحراس المرمى. ويحظى أسامة زكي المدير الفني بثقة كبيرة من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وتشيكي بروكيتش المدير الفني للقطاع بسبب حرصه الشديد على عمله بشكل جيد، بما يضمن خروج لاعبين يحملون شخصية وروح الأهلي من الصغر حتى يساعدهم ذلك في إكمال مشوارهم مستقبلا. أهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي وضيفكم المدير الفني لفريق 14 سنة الكابتن أسامة زكي. منورنا يا كابتن اسامه. حبيبي يا كابتن، سعيد بوجودي في القناه وسعيد بوجودي مع حضرتك. ايه رايك في اللقطات اللي شايفها في التقرير؟ اهداف ما شاء الله حلوه في انبي وفي الاسماعيلي وفي شغل كمان في كرات ثابته. الحمد لله يا كابتن، الحمد لله. يمكن الفرقه دي انا استلمتها من اول السنه دي، كانت معايا السنه اللي قبل اللي فاتت، والكابتن حسين شكري خدها السنه اللي فاتت. كملنا شغل الكابتن حسين شكري، عمل مجهود كويس مع الفرقه السنه اللي فاتت الحمد لله. كملنا شغل الكابتن حسين الحمد لله رب العالمين. لعبنا ماتشات وديه كتير قوي، كان في غزارة تهريفية أثناء المباراة الودية، طبعا تبع أسلوب وبرنامج معين من مستر مايكل. كلنا ماشيين على سيستم واحد القطاع كله. الحمد لله رب العالمين الفرقة استوعبت بسرعة، أول سنة تلعب دوري جمهورية دوري قوي. أيوة. ويمكن الكابتن خالد قال لي السنة دي هتلعب دوري جمهورية، أول مرة إن فريق 14 سنة يلعب دوري جمهوريه. كان دايما المعتاد ان بيلعب دوري منطقه بس السنه دي طبعا يعني اتحاد الكوره عمل دوري جمهوريه، وطبعا دوري قوي لانه منك دي افضل قرارات ان يبقى فريق تحت 14 سنه يلعب دوري جمهوريه. بالظبط، استفاده كبيره جدا. بالظبط يا كابتن، يعني في مرحله البرايم او المنطقه دوري المنطقه بتبقى في الفرق الى حد ما ضعيفه، الاحتكاك بيبقى ضعيف، لكن الماتشات دوري الجمهوريه الاولاد بيحتكوا، بقدر رئيس مستوى الولد فعلا. بنلعب فرق كتير على مستوى الجمهوريه، لكن في منطقه القاهره بنلعب مثلا انبي والمقاولين، هو ده بيبقى المقياس. لكن انا لما العب دوري الجمهوريه هقدر رئيس مستوى الولد فعلا. المباراه اللي فاتت كسبتوا سموحه 4، كانت في سموحه، وشايف كمان كان مستر بروكيتش كان موجود معاكم. مستر معتاد على طول يكون معاكم في المباراه مستر بروكيتش او كابتن خالد، يعني هو بالتبادل كابتن خالد معانا على طول ومستر بروكيتش معانا على طول. كابتن خالد معجب بالفرقه بفضل الله الحمد لله رب العالمين. هو بيقول لي على طول ان انا بستمتع بفرقه 2007. فالحمد لله رب العالمين الاداء كويس جدا، واي مدرب في النادي الاهلي كابتن بيبقى اهم حاجه عنده الاداء والنتيجه. بس اي فرقه تانية ممكن يعني النتيجه بالنسبه لها مهمه بغض النظر عن الاداء، لكن انا مطالب ان انا ادي اداء كويس ومطالب بنتيجه، مطالب بالاثنين، والاداء كويس هجيب نتيجه كويسه ما شاء الله. يعني دايما في لعيب عندك اسمه محمد عبد الفتاح تاحة، واحنا بنتكلم عن عنصر المهاجم ده عمله نادره دلوقتي. محمد عبد الفتاح تاحة من اللعيبه اللي دايما كل ما اقول في كل اسبوع لعيب النادي الاهلي اللي احرزوا الاهداف الاقي محمد عبد الفتاح تاحة. هو في لعيبه كتير بس أيوة. هو تاحة لعيب مميز طبعا من ضمن اللعيبه، بس انا مش عايز اتكلم عليه بشكل مباشر عشان اللعيبه دي سنها صغير. ايوه، فبيصدق. احنا خلي بالك بعد شويه هنعرض لك دلوقتي جدول نتائج مباريات الاسبوع ال 13 دوري 2007 الجوله، كل المباريات انتهت بكام، هنعرضه دلوقتي بعد قليل هيكون معانا ان شاء الله. فتاحة طبعا محمد عبد الفتاح من اللعيبه كويسه جدا، هو اصلا مركزه انا كنت موظفه اول السنه سترايكر راس حربه صريح،
لكن بعد كده في اخر 3 4 ماتشات لعبته هاف طرف اللي هو مركزه الاساسي. هو بيجي من تحت طرف يمين او طرف شمال، بيحرز اهداف كتير قوي. بس انا اخر 3 4 ماتشات انا وظفته هاف طرف ولعبت مصطفى محمد، مصطفى باجت سترايكر. فهو من لعيبه كويسه، من لعيبه مميزه، بس انا ما بحبش اتكلم على اللعيبه كتير في السن ده لان هم بيصدقوا. يعني انت ما بتحبش تمدح اللعيبه بشكل كبير بشكل مباشر لان هو يعني انا جربتها وجربتها السنه دي كويس. بعد خمس ست ماتشات كسبانين جبنا العلامه الكامله. الاولاد صدقوا نفسهم. الصعوبات اللي بتواجهك السنه دي واحنا مش معتادين ان يبقى دوري 14 سنه، دوري جمهوريه، دوري منطقه، اكيد في صعوبات السنه دي انت برضه حطيت ايدك عليها. والله يا كابتن اهم حاجه انا بالنسبه لي نمره واحد الملعب، الملاعب. يعني انا الملعب عندي لما بلعب في النادي الاهلي ما فيش مشكله بالنسبه لي، اعلى ملعب وافضل نجيله وافضل غرف ملابس وكل حاجه. يمكن 2006 كان عندها ماتش مع مصر المقاصه، الكابتن خالد اتصل بيا قال لي اطمن اسامي الملعب كويس. دي اول حاجه يعني قال لي هتعمل ان شاء الله باذن الله ماتش كويس. يمكن الكابتن خالد عارف الفرقه بتادي ازاي وقال لي الملعب بتاع مصر المقاصه الفيوم ماتش ملعب كويس وهتادي ماتش كويس. الحمد لله كسبنا 4. ملعب سموحه برضو كان ملعب كويس، سموحه عنده قاعده ناشئين ممتازه. كسبنا 4. فاهم حاجه عندي نمره واحد الملعب. بعد كده بقى بتيجي صعوبات. طبعا انا مش هتكلم على نادي بعين، بس انا بتكلم على حته التزوير والتسنين في الانديه كتير قوي وبطريقه يعني فجه برضو في طبعا يا كابتن ده 14 سنه ده يعني 3 4 سنين. يعني لو كان ولد مثلا مسنن بسنه 2006 تبقى قريبه. لكن ده مسنن ب 3 4 سنين وبيلعب في 2007. وبعدين مش لعيب وحش، لا ده لعيب كويس. يعني يا ريت مثلا مسنن ولاعيب قليل، لا ده مسنن ولاعيب كويس. فدي اللي بتقابلني، دي مشكله كبيره. انا مش هتكلم على انديه، انا بتكلم بصفه عامه على دي. لما يكون الملعب كمان يا كابتن سيء وبلاعب مسنن تبقى الامور فيها صعبه، تبقى الامور صعبه جدا. لكن الحمد لله النادي الاهلي ماشي بخطوات جيده، ترتيبه الاول في مسابقه 2007. طب تعالى نشوف مع بعض نتائج بقى مباراه الاسبوع ال 13 دوري 2007. الجوله اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بربعيه على سموحه. ابتدت المباريات بتعادل ايجابي مصر المقاصه مع سيراميكا كليوباترا 2-2. فوز الاهلي برباعيه على سموحه 4-0 في ملعب سموحه. فوز الاتحاد 3-1 على البنك الاهلي. فوز بيراميدز على المصري 1-0. غزل المحله 3-0 على وادي دجله. فوز انبي برباعيه على الشرقيه الدخان. تعادل ايجابي طلائع الجيش مع الاسماعيلي 1-1. وفوز المقاولين 1-0 على الجونه. وفوز فاركو على الزمالك 1-0. وانت شايف الجدول او النتائج الاسبوع ده، مين الفرق اللي انت بتعمل لها حساب؟ او مين الفرق اللي بتضم لعيبه كويسه في قطاعات الناشئين؟ فانت رايح المباراه دي انت عامل لها اهميه كبيره، ولا كل المباريات عندك كل المباريات يا كابتن؟ انا بكلم مع الاولاد في قبل الماتشات بقول لهم ده احنا ماتشات كوس، لان في فرق بتدبدب ورانا. فالفرق ديت الماتش اللي بنلعبه ده ماتش كاس. لو ما كسبناش الماتش دوت في فرق هتعدينا. فانا عامل حسابي لكل الفرق، كل الفرق محترمه، كل الفرق كويسه، كل الفرق بتحاول انها تكسب. في انديه طبعا بتنافس او السنه دي زي فرقه المقاولين، فرقه انبي، فرقه الاتحاد ماشيه بشكل كويس، فرقه بيراميدز، فرقه سموحه كانت ماشيه كويس، فرقه سيراميكا كليوباترا. الفرقه دي كلها فرقه محترمه بتحاول تنافس. انت بتلعب دوري ممتاز بالظبط. طبعا كل الفرق موجوده في الدوري الممتاز. بس هي الصعوبه اللي بتقابلني زي ما قلت لحضرتك كده، انا ما يهمنيش يعني، اهم حاجه الملعب. تاني حاجه يعني لما يكون الملعب مثلا سيء وفي مسننين كتير تبقى الامور صعبه، تبقى الامور صعبه قوي. لان احنا يعني يمكن مستر مايكل بيقول مسنن ما فيش مشكله، احنا طريقه لعبنا تقدر تتغلب، تقدر تتغلب على الكلام ده. بس في جزء معين في الملعب ما اقدرش، لازم أن يبقى في احتكاك ولازم أن القوه والسرعه بتتفوق. الحمد لله رب العالمين احنا ماشيين بشكل كويس، وانا بحاول في الشغل بتاعي والبرنامج بتاعي اتغلب على النقطه دي. تمام. السنه دي النادي الاهلي بيمر بطفره كبيره جدا، توافر كل الامكانيات طبعا علشان نشوف لعيبه ان شاء الله في المستقبل من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اتكلم معاك لكن بعد الفاصل عن الطفره الكبيره اللي موجوده في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكمان الامكانيات الكبيره موجوده، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. نطير بقى المعسكر النادي الاهلي في الدوحه، ومعانا زميلنا كريم احمد، ومعاه دلوقتي على الهواء مباشره الاستاذ طارق انديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي والملقب بوش السعد. اتفضل يا كيمو. برحب بيك يا كابتن اسامه، طبعا كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، ودعواتك ان شاء الله باذن الله ودعوات كل جمهور النادي الاهلي. الحقيقه معسكر مميز جدا 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 لفريق النادي الاهلي، واستعدادات على قدم وساق. ينقصنا ان شاء الله كابتن اسامه التوفيق في 90 دقيقه بنعملها ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. انت طبعا يمكن قدمت للاستاذ طارق انديل طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وش السعد كمان يمكن زي ما كل الحقيقه جمهور النادي الاهلي بيحبه طارق بيه. طبعا برحب بيك في البدايه، وتحيات اكيد للكابتن اسامه، مجهود كبير الحقيقه من مجلس الاداره، توفير مناخ اكثر من رائع الحقيقه لفريق النادي الاهلي. يا رب يكون مردوده كبير، حطينا في الاجواء استقبال بقى الجمهور للمطار، اجواءنا في قطر حتى هذه اللحظه، لان خلاص احنا دخلنا في المرحله النهائيه. حابب تقول يا طارق بيه؟ اولا تحياتي للكابتن اسامه، والاجواء دي مش غريبه عليه، يعني هو قعد معانا 16 يوم قبل كده في كاس العالم للانديه، كانت ايام جميله. فالحمد لله الدنيا طبعا الاستقبال الجمهور المصري الاهلاوي اللي في الدوحه جمهور ليس له حل كالعاده، يعني من اول ما نزلنا من الطياره خلال التدريبات حوالين الفندق زي المنظر ما كله شايفه، يعني احنا داخلين حاجه مفرحه، وكالعاده هو ده جمهور النادي الاهلي. الحمد لله البعثه كلها برضو كعاده النادي الاهلي ما بيفرقش ان احنا في فقاعه او مش في فقاعه، احنا مش في فقاعه، لكن الحمد لله في التزام كاننا بالظبط في فقاعه يعني. والتزام من كل، على فكره، من البعثه كلها، يعني من مش شرط بس مش فريق كوره، لا كل افراد البعثه حاسين ان عندنا ماتش يعني. طبعا ده ما يفوتنيش ان انا اشكر الاعلاميين وقناه الاهلي والمجموعه كلها، الموقع عندنا وكل القائمين عليه، بصراحه مجهود غير طبيعي في التغطيه نفسها يعني، سواء هنا في الفندق او اثناء التدريبات او خلافه يعني. طارق بيه كمان نقطة مهمة جدا، والحقيقة يمكن لاعبي المنتخب الوطني واستقبالكم ليهم كمجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب، وأيضا كمان الجهاز الفني اللي خرج اللعيبة سريعا من الحالة النفسية طبعا اللي قاعدين بيها، دي كانت نقطة مهمة جدا لابد إن احنا نتكلم عليها. بص حضرتك، هو في حاجتين، هو دي جينات لعيبة النادي الأهلي الحمد لله، يعني إن هم بيخرجوا من محطة على طول في محطة تانية بتكون مستنيهم، فده يعني مش غريب على لعيبة النادي الأهلي. والحمد لله اتصالات دايما كابتن محمود الخطيب كمشرف على الكرة ورئيس للنادي بيهم دايما، ولقاء معاهم على طول، كل الكلام ده يعني بيدي ايحاء دايما ان بطبيعه النادي الاهلي، طبيعه النادي الاهلي في ان ابنائه سواء مع المنتخب او موجودين جوه النادي هم ابناء النادي الاهلي، النادي الاهلي بيرعاهم دايما يعني. في نفس الوقت الحمد لله يعني اللعيبه رجعوا والمعسكر ماشي تمام وانضموا للتدريبات، فان شاء الله يتبقى بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى. اتفق معايا ان جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يكون سره كبير طبعا بمؤازرته الكبيره وتشجيعه الكبير. احنا يمكن تخطينا العدد المسموح لينا، يمكن النادي الاهلي حجز او جمهور النادي الاهلي حجز الثالثه شمال، ويمكن دخل كمان على ربع المدرجات الخاصه بنادي الرجاء. تفتكر وشايف ان جمهور النادي الاهلي مع التحضيرات الفنيه المميزه جدا يكون سر كبير ودعم كبير من اول دقيقه لاخر دقيقه زي ما احنا عارفين؟ طبعا دايما جمهور النادي الاهلي هو المحرك الاعظم لكل من يحمل فانيله النادي الاهلي، زائد اخلاص اللعيبه ومجهودهم في الملعب والجهاز الفني وكل المنظومه كلها. وزي ما اقول لحضرتك، والاهم من ده كله توفيق ربنا سبحانه وتعالى، اللي بندعو ربنا ان هو يكون حليفنا ان شاء الله. شكرا جدا يا طارق بيه، وان شاء الله نفرح بعد المباراه وكل اللقاءات وفرحه كبيره سواء هنا او ايضا كمان في جمهوريه مصر العربيه. يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب. بنشكر اكيد طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق انديل على هذه التصريحات، ومتفائلين يا كابتن اسامه. انا معاك يا كابتن اسامه بقى لو فيها استفسارات عن التدريب عن اليوم، يعني انا معاك يا كابتن اسامه اتفضل. بنشكر اكيد الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وبنشكرك يا كريم شكرا جزيلا على التغطيه الكبيره جدا المميزه اللي حاطط فيها دايما هنا جمهور النادي الاهلي في الصوره، ودايما الاحداث والاجواء عندنا لحظه بلحظه. كابتن اسامه، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ما شاء الله في امكانيات كبيره دلوقتي في قطاع الناشئين النادي الاهلي، ملاعب على اعلى مستوى، حتى ملابس التدريب، حتى مرتبات اللعيبه، قياسات على اعلى مستوى حريص عليها حتى شخصيا الكابتن محمود خطيب، ان يكون في قياسات دايما بصفه مستمره للاعيبه، مدير فني اجنبي، ما شاء الله في طفره كبيره جدا السنه دي في قطاع الناشئين النادي الاهلي. الحمد لله يا كابتن، بس هي اهم حاجه اهتمام الكابتن محمود الخطيب بالقطاع طبعا. فارق معاكم طبعا، وزيارته لينا في بدايه الموسم ادت دوافع للمدربين ودوافع للاعيبه
مدى اهتمام مجلس إدارة والكابتن الخطيب بقطاع ناشئين. دي أول حاجة. الكابتن خالد بيبو طبعا في اجتماعاته معانا بيقول لنا انتوا في الملعب كويسين انا هديكوا عناية. وده اللي حصل. يعني مجلس الإدارة موفر احسن ملابس، ملابس زي الفيرست تيم بالظبط. الكلام ده ما كانش بيحصل قبل كده. الملابس، الجهاز الطبي، الأجهزة الفنية كلها على اعلى مستوى طبعا. كلنا بنعمل على قلب راجل واحد عشان نكسب البطولات او نأدي بشكل كويس او نطلع لعيب للدرجة الاولى ان شاء الله بنزل. وده الهدف الاساسي. كويس، تعال نشوف مع بعض برضو جدول الترتيب. فريق 2007 بيلعب في بطولة الجمهورية. عندنا النادي الأهلي او ارقام النادي الأهلي في المسابقة بتاعت 2007 هي بطولة الجمهورية. النادي الأهلي في المركز الأول، لعب 13 مباراة، فاز في 10 ماتشات، تعادل في مباراة، هزيمة في ماتشين، له 40 هدف. ما شاء الله أنا شايف رقم كبير جدا تهديفي، عليه 10 أهداف، عنده من النقاط 31 نقطة. لما أحلل الأرقام دي النهاردة 40 هدف، ما شاء الله عندك غزارة تهديفية كبيرة. عندك لعيبة بتلعب كرة هجومية، لا أنت يعني ما عندكش تحفظات دفاعية. لا الحمد لله. ودي سيستم او الطريقه اللي مستر مايكل محفظها للقطاع كله. مستر مايكل يعني من اول السنه، من السنه اللي فاتت طبعا الكلام دوت، بس يمكن 2007 بدات السنه دي بشكل كبير، تاخد المبادئ بتاعه الكره الحديثه والبرنامج اللي حطه مستر مايكل معانا. والاولاد استوعبوا بسرعه لدرجه ان احنا مثلا كنا بنكسب، لعبنا في ماتشات وديه كسبنا الجيش مثلا 7. فالحمد لله الاولاد بينفذوا كويس واستوعبوا بسرعه الطريقه. فالحمد لله الاهداف في غزاره تهديفيه كبيره جدا. وعندي كل الاولاد بيجيبوا جوان. عندي باك رايت بيجيب جوان. ما بتعتمدش على واحد بس. لا عندي باك شمال بيجيب جون، عندي الفراوده بيجيبوا جوان، عندي نص الملعب بيجيبوا جوان. فدي من مبادئ برضو اللي مستر مايكل مديها لنا، ان لازما هدف اساسي او مبدا اساسي ان يبقى فيه في ال 18 اكتر من 3 4 لعيبه في ال 18 والهجمه بتنفذ سواء كان الكروس او مع الهجمه. كويس. فانا دايما بقول للعيبه، لعيب واحد في 18 30% هتجيب جون، اثنين لعيبه 60%، ثلاث لعيبه بنسبه 90% ممكن كويس. تجيب جون. كويس. ايه الحاجات برضو الثانيه اللي حريص عليها بروكيتش وهو دايما متابع فريق 2007 انه ياكدها وتكون موجوده في الملعب؟ المبادئ، السيستم. اهم حاجه عنده الاداء. يعني مستر مايكل برضو النتيجه بتهمه جدا. بس الاداء يعني طبعا النتيجه، بص انا مش مع النهارده الاداء ونتيجه، لا الاثنين مكملين لبعض طبعا. نتيجه مع اداء تقدر تطلع لاعب للدرجه الاولى طبعا طبعا، خاصه ان الفرقه كلها تبقى متحفظه. يعني اول الماتش بتبقى اول 20 دقيقه بتجارينا في الناحيه البدنيه ويبقى المخزون البدني عند الفرقتين لسه. فبعد كده بالاداء بتاعنا لو احنا جبنا جون مثلا في الدقيقه ما بين 21 دقيقه، فالفرقه دي الى حد ما بتقل. فبنبتدي الاداء بيبقى افضل، تقدر تشتغلوا اكتر ويبقى في غزاره تهديفيه. في فرق تانية بتقابلنا ممكن تعمل زون ديفنس. بس انا مش كده، انا طريقه لعبي مش كده. ما انا ممكن العب زون ديفنس واجيب جون على الهجمه المرتده، بس اللي مش دي الطريقه اللي النادي الاهلي بيلعب بيها، ومش دي الطريقه اللي مستر مايكل او السيستم اللي احنا شغالين بيه من السنه اللي فاتت. قول لي بقى جهازك الفني مين؟ انا مع الكابتن مدرب عام كابتن حافظ. معايا مدير اداري كابتن صابر محمد حافظ، مدرب محمد حافظ. كابتن صابر مدير اداري. مع كابتن محمود عبد الله مدرب حراس مرمى. معد بدني الكابتن عدنان. تدليك الكابتن ناجح. معايا العمال عم شعبان ما شاء الله، ده يعني جهاز فني كامل. وعم محمد دوشمه العمال طبعا. فكلهم بصراحه يعني على قلب راجل واحد، وما شاء الله يعني روحهم جميله وبيبقوا فرحانين جدا لما بنكسب. طبعا المكسب كويس جدا، بس هم يعني انا بحسها فيهم فعلا. يعني اول ما بنجيب جون الكل بيجري على اللي جاب جون، فحاجه جميله بصراحه يعني محترمه. يا رب ان شاء الله باذن الله تكلل في الاخر بالبطوله، لان لسه ما عملش حاجه. وده السبب ان انا مش عايز اتكلم على لعيبه. كويس. ده السبب ان احنا لسه ما عملناش حاجه. وانا معاك ان اللعيبه لسه سنها صغير، فانت لسه تتأثر. اكيد. وانت حاجة تتكلم عن الجهاز الفني، تعال نشوف التقرير ده مع بعض. سجلناه وكاميرا الاشبال كانت موجوده مع اعضاء الجهاز الفني لفريق 2007. والله كابتن اسامه يعني دوره اكتر من هو مدرب، هو دور الاب. هو بيتعامل مع الاولاد ان هو اب ليهم،
وبيتعامل مع باحترافيه جامده جدا، بيدي لكل شخص متواجد في الجهاز دوره، واحنا كلنا ادوارنا يعني من خلال الكابتن اسامه والحمد لله. غيور جدا على الفرقه، حابب الشغل، حابب شغل التدريب، ومش اي حد يبقى حابب شغل التدريب. في طبعا بره النادي الاهلي في ناس بتروحها كوظيفه رايح جاي، هنا في النادي الاهلي دي منظومه، انت جاي تشتغل عشان تعمل حاجه، تطلع لاعب، تطلع تاخد بطوله. هنا في النادي كيان، كيان بمعنى الكلمه. فالحمد لله رب العالمين اللي انا بجواره السنه دي. بصراحه يعني من الناس المريحين جدا الواحد اشتغل معاهم، يعني ما بيحاولش ان هو حتى يتدخل في اي قرار طبي او حاجه، دايما بيجي يسال، دايما بيجي يستفسر اللاعب دوت الاصابه ايه، بيسيب القرار بحريه، يعني بحريه كبيره جدا، بيخلي الواحد يشتغل باريحيه كبيره جدا. فدي حاجه كويسه جدا فيه بصراحه، وبيسمع، يعني بيسمع، يقول لك اللاعب ده يلعب ما يلعبش، طب نستنى عليه. فدي ميزه موجوده فيه بطريقه كبيره جدا، حد مريح جدا 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 على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني والشغل. يعني كابتن اسامه زكي بصراحه حد محترم جدا. طبعا انت عارف كره القدم دلوقتي حاليا ما بقاش فيها فاصل كبير بين الاعداد البدني او الاحمال البدنيه وكره القدم عامه. المودرن فوتبول كلها حاجه كومباكت مع بعضها، لان كل نشاط بيقوم به الفريق هو ليه مردود بدني. الراجل متعاون جدا، احنا بنرتب الوحده مع بعض قبل التمرين، بيديك الوقت اللي انت عايزه بزياده، يعني عشان هو في النهايه فريق عمل بنكمل بعض كلنا. فبجد انا مبسوط جدا في شغلي معاه. كابتن سامة ده اخ عزيز، وكمدير فني، مدير فني كف، وانا اشتغلت اكتر من يعني موسم مع اكتر من مدير فني. لكن كابتن أسامة إنسان مخلص جدا جدا، وراجل كفاءة عالية جدا جدا جدا. ولو شفت حضرتك في التمرين يعني بيبذل مجهود خرافي مع الولاد، وبيحب الولاد جدا جدا جدا، ونقل الولاد نقلة يعني السنة دي نقلة كبيرة جدا عن الفترة اللي فاتت. والله أنا اشتغلت بقالي 11 سنة في النادي الأهلي، موسم مع الكابتن أسامة يعني ما شاء الله كويس، والكابتن أسامة من الناس الكويسة جدا فنيا وأدبيا وأخلاقيا، والله يعني كويس جدا، ومحتوى الجهاز كله يعني بياخد رأينا في كل حاجة، وراجل ذوق جدا يعني، ربنا يهدي له الحال يا رب ويوفقه. موسم كويس يعني مع اللعيبه نفسها، معانا نماذج كويسه كانت مختفيه كمان حتى عن الملعب، يعني الكابتن اسامه احيا اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك السنين اللي فاتت كمان. يعني ما شاء الله شايفين حاله حب كبيره، يعني الجهاز الفني كله، المساعدين للكابتن اسامه زكي، وحاله حب كبيره. علشان كده لما بيكون في حاله حب اكيد بيكون في نجاحات كبيره. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة ثانية. الكابتن أسامة قال لنا عايزين تاخدوا البطولة، قلنا له كنا قاعدين أصلا من قبل البطولة اللي احنا هناخدها، وإن شاء الله يعني ايه هناخدها، وهنثبت له للجهاز كل اللي احنا هناخدها. الكابتن أسامة بيقول لنا جاهزين ويعني فايقين اول الماتش، وبعد كده بننزل يعني ناخد التعليمات، واحنا كده اصلا قبل كده بنبقى جاهزين. يعني يا كابتن اسامه بالتوفيق ان شاء الله، ونقدم موسم هايل معاه ان شاء الله. كابتن اسامه اتعاملت معاه من سنتين، كابتن اسامه كان معلمنا حاجات كتير قوي، لازم تصبر. كابتن اسامه كان بيعمل لنا فتره اعداد جامده السنه دي، وكان بيصحينا من الساعه 6 الصبح بنجري كتير معاه. كابتن اسامه اتعامل معايا كتير قوي من سنتين، لازم تتعب في الماتش وعشان ربنا يكرمك. هو ده كابتن اسامه اللي هناخد البطوله دي، وانت مدرب كبير. احب اقول كابتن اسامه زكي علمنا كتير، وكابتن اسامه مدرب كبير، وربنا يوفقه يا رب معانا. كابتن اسامه كان عارف ان انا بلعب جوكر، كنت بلعب في مدافع ونص ملعب، وظفتني النهارده في الباك رايت، السنه في الباك رايت. كابتن اسامه قال لنا ما تخافوش، انتوا لعيبه كبار بتعرفوا النادي الاهلي، لازم يبقى عندكم روح النادي الاهلي. اقول له ربنا يخليك لنا يا كابتن، وتفضل معانا على طول. كابتن اسامه قال لنا ان احنا مش هنقبل غير بالمركز الاول، ولازم احنا الاهلي، فلازم كل ماتش حاطين في دماغنا ان احنا نكسب، ومفيش حاجه اسمها تعادل خالص او خساره، احنا لازم نكسب كل ماتش. وكان دايما بيشتغل معانا شغل جامد عشان نستعد وكده. يعني هو جوه الملعب بيبقى كابتن اسامه جوه الملعب طبعا بيبقى جاد شويه، بس طيب جدا بره الملعب، وبيتكلم معانا بره الملعب، ويرجع يصالحنا ويزعق ويهزر معانا، وعادي يعني خالص بره الملعب. حابب اقول له ان شاء الله انا اوعدك بالبطوله، وان شاء الله
نوعدك بحاجات كتير جايه ان شاء الله، حاجات كتير كويسه جدا ان شاء الله. كابتن اسامه طبعا في مكانه والدنا طبعا كابتن اسامه، ويعني اب لينا كلنا. احب اقول لك شكرا تعب حضرتك معانا كابتن، وان شاء الله ناخد البطوله في الاخر ان شاء الله. كابتن اسامه خلانا نجتهد اكتر ونتعب اكتر عشان بعد ما نتعب نلاقي حاجات قدامنا كتير ناخدها، واستفدنا منه في حاجات كتير زي روح قتاليه واللعب الجماعي، ونخاف على فرقتنا ونحب زمايلنا. لا بره الملعب بهزر، هو بيحب طبعا الفرقه كلها وعاوزنا طبعا نبقى كويسين ونبقى ناخد المركز الاول ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، بجد تحيه ضيفي الكابتن اسامه زكي. كابتن اسامه لعبتوا 13 مباراه، احلى ماتش بقى؟ والله من الماتشات الكبيره الفرقه لعبتها فعلا. كان ماتش مولين العرب، ماتش مولين. اول 15 دقيقه دي المباراه دي انتهت 4-3 صح؟ النادي الاهلي 4-3. اول 15 دقيقه، اول 17 دقيقه 2-0 للمولين العرب. المولين جونين طبعا، يعني في اخطاء دفاعيه مع حارس المرمى، الحمد لله رب العالمين. الشوط الاولاني 2-1. نزلنا الشوط الثاني فرقه المولين عملت زون ديفنس وغلطه برده مشتركه، مش عايز اتكلم على 3-1 المولين 3-1، وفاضل 20 دقيقه صعب، وفاضل 20 دقيقه روح النادي الاهلي بقى ظهرت. يعني بصراحه ما شاء الله، يعني من الماتشات اللي الكابتن خالد حتى اعجب بيها واثنى على الفرقه بشكل كبير. الماتش ده 3-2 3-3 في الدقيقه 90، الحكم حسب 7 دقائق وقت اضافي 4-3 لينا، وقت ضايع 4-3. بس احنا عشان كنا عايزين الفرقه كلها كانت عايزه تكسب. بفضل ربنا سبحانه وتعالى عملت تغييرات بعد الجون الثاني، يعني في فرقت في الملعب الحمد لله، كان توفيق ربنا سبحانه وتعالى. يمكن في الدقيقه 20 عملت تغييرين بعد الجونين، يعني كان 17 دقيقه، في الدقيقه 20 من الشوط الاولاني عملت تغييرين الحمد لله رب العالمين، ربنا كان موفق فيهم. والاولاد الحمد لله قدروا يكسبوا الماتش ده. المواقف دي بتدي خبرات للاعيبه، لما احنا بنقول روح الفانيلا الحمراء واجيال وبتسلم بعض البعض، المواقف اللي زي دي في المباريات بتفرق طبعا. طبعا بتبقى علامه، علامه. يعني انا بستشهد بالماتش ده معاهم في كل الماتشات، بقول لهم لا الماتش دوت فرق معانا بشكل كبير، وانتوا كنتوا رجاله في الماتش دوت، واثبتوا فعلا انكم تستحقوا تلبسوا فانيله النادي الاهلي. دي المباراه اللي احنا شايفينها قدامنا دي، الاهلي وامبي صح؟ الاهلي وامبي. ده احنا فزنا فيها 3-1 3-1. برضه فزنا على الاسماعيلي، كان برضه في ماتش الاسماعيلي برضه 2-0 في النادي الاهلي، وضيعنا اهداف كتير في الماتش ده. شايف انا شايف الملعب ده ملعب المباريات في مدينه نصر. ما شاء الله ملعب على اعلى مستوى. صراحه الكابتن خالد مهتم جدا بالقطاع من السنه اللي فاتت طبعا، يعني في اهتمام كبير جدا بالملاعب، بالتغذيه بتاعه اللعيبه. كابتن خالد مهتم جدا، جايب في دكتور تغذيه طبعا موجود موجود مع القطاع كله. تغذيه مهمه جدا في الوقت ده طبعا، السن ده طبعا خصطة. طبعا مهمه جدا، وكابتن خالد بصراحه مهتم بكل التفاصيل. يعني انا يعني الكابتن خالد بيتكلم في تفاصيل صغيره وكبيره، بيتكلم في كل حاجه. دي مباراه ايه، الاسماعيلي ولا ده؟ الاسماعيلي. ده الاسماعيلي. شايف في شغل فني ممتاز، كره ثابته تتعمل على لعبتين، بتروح ضرب كره، ضرب بالراس هدف، يعني شغل فني الحمد لله رب العالمين. واللعيبه ما شاء الله مستجيبه وبتحفظ برضه. اللعيبه بتستوعب بسرعه لان هم الكواليتي بتاعهم ما شاء الله، هم مواهب. السنه اللي فاتت برضه عشان ما انكرش دور الكابتن حسين، كان له دور كبير طبعا. كابتن حسين شكري. طبعا كابتن حسين شكري في تاسيس الفرقه ديت، يعني انا كنت ماسكهم السنه اللي فاتت. كابتن حسين جه كمل الشغل بتاعي، وانا بكمل شغل الكابتن حسين السنه دي. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يوفق ويتكلل بالبطوله ان شاء الله باذن الله. دايما في اجتماعات بصفه مستمره خالد بيبو مع بروكيتش مع المدربين، في اجتماعات على طول، ودي حاجه مميزه السنه دي في القطاع برضه. طبعا يمكن كان عندنا اجتماع النهارده زي ما احنا شايفين، ده الاجتماع ده النهارده خلي بالك. النهارده الساعه 11. كان الاجتماع دوت الكابتن خالد مع مستر بروكيتش، بنتكلم على امور تنظيميه. يمكن الاجتماع ده كان اجتماع كل المدربين في القطاع موجودين. مستر بروكيتش متعود ان هو يعمل المدربين لوحدهم، مديرين فنيين او الاداريين لوحدهم، مدربين الاحمال لوحدهم، لكن النهارده كان اجتماع للكل القطاع عشان يتكلم على نواحي تنظيميه داخل الفرقه عشان يبقى كله سامع. حلو قوي، عشان يبقى النظام موحد
على كل الفرق. طبعا يعني فالكابتن خالد برضو اتكلم في بعض النواحي التنظيميه يعني هنا الجلسه مش جلسه فنيه بس، لا لا لا، حاجه تنظيميه تخص الاداريين مع الاثنين الاجهزه الفنيه الاثنين. مستر مايكل اتكلم في نواحي فنيه والكابتن خالد اتكلم في نواحي تنظيميه اداريه للقطاع كله. الحاجات برضو اللي موجوده القياسات البدنيه، القياسات الطبيه برضو موجودة السنة دي طبعا زي ما كنا بنشوفها قبل كده في بداية السنة، لا ده موجودة بصفة مستمرة. تقريبا هتتعمل من 3 لـ4 مرات في خلال السنة. حلو قوي. اتعملت في أول الموسم وهتتعمل بتتعمل الأيام ديت وهتتعمل برضو قبل الدور الثاني ما يخلص، وهتتعمل في نهاية الموسم عشان نقدر نقيس احنا وصلنا فين. أخيرا كابتن أسامة، عشان وقت حلقتنا، بكره مباراه الاهلي والرجاء المغربي السوبر الافريقي بقى، بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله مكسب، وان شاء الله باذن الله مكسب كبير باذن الله. ان شاء الله انا متعشم في وجه ربنا ان احنا هنكسب مكسب كبير، خاصه الكابتن الخطيب معاهم، دي هتفرق كبير مع بشكل كبير مع الفرقه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الرساله بقى قبل المباريات الكبيره دي، لعيبه المنتخب كانت موجوده في كاس العرب، لعيبه كانت موجوده في مصر، المجموعه هنا والمجموعه هنا انضموا على بعض، يعني شايف الامور الفنيه ازاي؟ وبيتسو موسيماني هل ممكن يقلق ولا الامور لا؟ يعني اللعيبه عندها خبرات كبيره، اللعيبه اندمجت، اللعيبه دخلت بسرعه. طبعا طبعا ده مش لعيبه صغيره، ده لعيبه كبار. ومستر موسيماني طبعا مدرب كبير، وهم مقدرين البطوله ديت ومقدرين ان احنا ان شاء الله باذن الله لازم ناخدها. ويمكن مستر موسيماني زار القطاع قبل كده. ايوه حلو، كانت زياره مهمه قوي. كانت زياره مهمه طبعا، قعد 3 أيام يحضر تدريبات ويحضر ماتشات، يمكن حضر لي ماتش سيراميكا وحضر لي تدريب واسنع القطاع بشكل كبير. كسبنا احنا كسبنا سيراميكا كان ماتش كويس قوي، ويمكن في الثانيه برده في الدقيقه الاخيره يعني كسبنا 1-0 2-1 في السنه الاخيره كان ماتش كبير قوي، عمل ماتش كويس قوي، ويمكن اسنع مستر موسيماني على الفرقه واسنع على القطاع. ما شاء الله كانت حاجه جميله، وكان دوافع للعيبه، واللعيبه حست ان المدير الفني جاي يتفرج عليهم وبيشيد بيهم كمان، فاللعيبه بقى الدوافع عندهم زادت ان المدير الفني بتاع الفرقه الكبيره نازل يتفرج عليهم ومهتم بيهم. عندك المباراه القادمه البنك الاهلي وبعدها الزمالك، ماتشين مهمين. هو تاجلوا اتاجلوا احنا الاسبوع ده تاجلوا الماتشين دول، فاحنا عندنا السبت الجاي اللي بعده هنبتدي بماتش الجيش ولسه الماتشين دول بقى ما تحددوش الميعاد امتى. كابتن اسامه، يعني بتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. فريق 2007 عندنا فريق محترم، في عناصر وفي مواهب مهمه جدا، وانت ان شاء الله يعني مدير فني كفء تقدر تطلع لنا ان شاء الله لعيبه للدرجه الاولى قريبا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شرفتنا ونورتنا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. بكده وصلنا نهايه حلقتنا، بشكر ضيفي الكابتن اسامه زكي المدير الفني لفريق 2007. نشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير، وبنتمنى يا رب كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراه السوبر الافريقي. نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي، شكرا والى اللقاء.